مجرد ما يحرم لديه محظورات إحرام، محظورات ماذا؟ إحرام، يحظر عليه أشياء يفعلها، ما هي؟ ما يعرف، من يعرف محظورات الإحرام؟ يا إخواننا، مفسدات الصحة، مبطلات الصلاة، نواقض الوضوء، هنا نعطي معنى مفسدات الإحرام أو محظورات الإحرام، من يعرف؟ نعم لو يفهم عليه انه مثلا يلبس فوق راسه تقيه انه يقص من شعره واحد اخاف ان احفظ بدله يقول قص الشعر او نفس الشعر اي شعر الراس وتغطيه الراس بمناسب يعني الطاقيه والعمامه والغطره والشمام لكن يضع هذا الأخ في الحج حمل حقيبة على رأسه يصح؟ هل رأيت يوم من الأيام أحد يلبس حقيبة على رأسه؟ لا يصح أن يلبس يستظل يستظل يركب السيارة والطائرة نعم ويدخل تحت الخيل أنا أشكال ما حد يلبس خيل أنا الشمسية أضعها ما أشكال تقديم الأوامر محظورة الحرام تقديم الأوامر ولبس المخيط أو المحيط أو أحسن من هذا لأنه تكثر الأسف لا يلبس المحيط السراويل ولا فنيل ولا القميص مفهوم من أخر يلبس إزار حتى الإزار هذا لو فيه شيء من خياط الأشكال لبس النعلين أشكال فيه حتى لو كان فيه شيء من الحبال والخياط هذا لبس الساعة النظارة والحزام هذا لا يشتغل يعني بعض الناس ياخذ الحقيبه يا شيخ هل لو يلبس هذه الحقيبه؟ نعم لا يشتغل فيها يقول مع انها شو؟ كل اخر يا اخي هذا ليس الممنوع الممنوع هذا المفصل على الاعضاء مفهوم؟ يعني لا يلبس الفريده ولا السراويل ولا القميص طيب ايضا محظورات الاحرام نكاح ما يكون زوج ولا زوجه ولا ولد ابدا هذا دعم جانب في الحج ما لك علاقه ما لا تكون لا زوج ولا زوجه ولا ولد مفهوم الجماع تعني عن النساء كذلك مقدمات جماعة قبلة وكذا تبتعد عنه الصيد ما يصيد في الحرم وما يصيد منذ أن يحرم يحرم عليه الصيد صيد البر أم صيد البحر يصح ولا إشكال ويحرم على المرأة أن تنتقب النقاب ولبس القفازين تزيد الباب مفهوم؟ نعم هذه مفهومات الإحرام